بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي من قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وألفنا إن جاءت رض غباء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والرذال هو نفاية الشيء، وهم القوم المطحونون من الفساد في أهل الجبروت والطغيان. بادي الرأي، بادي الرأي، البادي هو الظاهر ضد الايه؟ المستقبل. في قراءة تانية بادئ الرأي، يبقى بادئ يعني بدء الرأي، اول الرأي. يبقى انا عندي الآن معاه بادي الرأي، اي ظاهر الرأي. اكن ساعة ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظرة سطحية للشيء، وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بايه؟ بامعان. فلما الانسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في اولها كده، مش بمجرد ما يظهر الامر لازم تاخده وتعمل ايه؟ تبحثه بحث بايه؟ بتروع. فهم قالوا: انت بشر مثلنا، واللي اتبعك اراذلنا، واتبعوك لانهم نظروا الى دعواك نظرة ظاهرية من اول ما سمعوها، ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما امنوا بها. يبقى بادي الرأي زي بادي الرأي، بادي الرأي ظاهره وبادئه يعني اوله، واول الشيء هو اول ظهور الشيء. انتهى المسألة، تبقى واضحة ولا مش واضحة؟ اذا هم يقول بادي الرأي. طيب استنوا بقى، شوف الافشل، انتوا بتقولوا هم اراذل وبادي الرأي. طيب كلام على الاول، يعني معناها انهم كان يجب عليهم ان ايه؟ ان يترووا وان يتمعنوا. يبقوا الاراذل انتم خدتوهم على انهم لو ترووا ليه وتمعنوا كانوا ايه؟ ينصرفوا. يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم؟ يبقى جوهر الحكم عندهم ايه؟ بس تقول لهم ايه؟ التروم شوي، يبقوا مش اراذل، لان مقاييس الاشياء مش بالمقاييس اللي عندهم، مش بمقاييس انه له مات، مش بمقاييس انه له جاء، مش بمقاييس انه له سيء. المرء باصبري قلبه ايه؟ قلبه ولسانه. تبقى ما دام عندهم هذه المساله، وقلتم ده هم خدوا بادي الراي، ولو انهم تأملوا في الرأي دي كانوا يرفضوا الحكاية دي. ما دمتم تثبتون لهم رفضا إن أمعنوا، يبقى عندهم فكر وعندهم إيه؟ رأي. يبقى أنتم حكمتم عليهم بأنهم أراضي، أي بمقاييسكم أنتم، والمقاييس بتاعتكم مقاييس إيه؟ مقاييس هابطة. وبعد ذلك تيجي تقول له: أنا عايز، أنت أنا عايز تفهم إيه أراضي القوم دول؟ بالله لو أن أراذل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمة وحرفة، ماذا كنت تصنع أنت وأنت عاجز؟ ما كانش النجار يعمل لك البيت، ما كانش اللي بيمزح بويا يجي يمزح لك الجزمة أو يعمل لك الحذاء، ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك، كنت تبقى أنت إيه؟ طب أنت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك، تجمع خدمات تصب فيك، يبقى برضه أنت إيه؟ تبقى انت غبي. يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين، محتاج لك يا سيدي يا سيد، ويبقى عندك شويه فلوس ولا ورثها ولا الايام انا عشان، ومحتاج للجماعه دول. لو انفرد واحد من كل الكون ما ينفعش. يبقى اذا دول تتمه سيادتك. طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده. طيب، طب القصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عملوا لك بقى؟ ان شاء الله اللي لابس جلابيه على العري قاعد يفحت ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه، وخد وعمل معجنه وضرب طوب، واللي لعب شحن عمل مش عارف ايه، واللي بنى. طب ما هو انت ايه السياده بتاعتك دي ليه؟ مين اللي بنيها ليه؟ مين اللي بنيها ليه؟ ولو انك نظرت النظره الحقيقيه
لوجدت ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الاراذل، ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا. جمعت المال منين؟ من عمل ولا بتدور اطيان؟ من اللي بيعمل هذا؟ يبقى كان لازم تنظر الى مين؟ الى هذه المساله. بادي الراي، وما نرى لنا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا من فضل. طب ما احنا قلنا اهو، قلنا ان كل الثياب اللي انت فيها نشا من مين؟ طب ما نشا من دول. طب ما هو الفضل. طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهو يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. المعيشه مش الرحمه بتاعت اللي من فوق، ده المعيشه اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم، قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. بس آفة الحكم انك انت تظهر الى ان اللي مرفوع هو الغلش. مين؟ لا، مش المرفوع هو الغلش، المرفوع هو كل ذي هبة وفي موهبة ليست في سواء. يبقى في هذه الهبة مرفوع، وما دام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه، وانت هتخدمه بما رفعت فيه. يبقى اذا تكامل ولا مش تكامل؟ تكامل. يبقى الحياة عايزة بس ده اللي انت بتشوفه انها مهن حقيرة او الى اخره او خدم ولا بتاع، ربنا لا يدوم امدها بل يعملها ايه؟ دول. يعملها ايه؟ دول. هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه؟ تبقى السادة يبقوا كده. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها، لان الفضل هو الزائد عن المقبول للكائن. فضل، والفضل يقتضي فاضل ومفضول. فما دام يعرف حاجه يبقى فاضل فيها وانت مفضول. انظر الى حياتك ايها الطاغي، شوفك فاضل في ايه؟ هتلاقيها فاضل يا في جاه منصب، يا في شويه فلوس، يا بتاع، مش كده ولا لا؟ طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموك فاضلين عنك في ايه؟ في كل شيء سيادتك مبنيه ايه؟ هذا الفضل. يبقى ما هم لهم فضل ولا مالوش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه؟ عن الضروري للموجود، يبقى كل واحد يتفضل على الثاني بايه؟ بما زاد عنده، وهو اخر بيتفضل علي بما زاد ايه؟ عنده. يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط تبادل، ارتباط حاجه، مش ارتباط سيطره ولا واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له ايه عقل؟ لانك ما سيطرت الا بضرب ناس من الاراذل. طب ما انت جبت شويه ضربه نار وشويه فتوات وانت جايب منهم وانت عامل بيهم عليهم. المساله ايه؟ المساله واحده. وما نرى لكم علينا من فضل. ليه؟ لان هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى، هو الجاه، هو المناصب. بل نظنكم كاذبين. بل نظنكم كاذبين، احنا قلنا الظن يعني الراجح، برضه مش محكوم بالقضيه، بل الراجح يبقى ايه؟ ظن، والمرجوح يبقى ايه؟ قلنا عليه يبقى ايه؟ يبقى وهم. طب نظنكم كاذبين؟ يا سلام، اكل في الانسان فطره، هذه الفطره تستيقظ في النفس الانسانيه ومضات. يعني ايه تستيقظ ومضات؟ يبقى متكبر، وبعدين تيجي ومضه كده يبقى فيها انسان. الومضه اللي فيها انسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل باطل. يوم لما تيجي الومضه دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين، برضو الومضه اثرت. الومضه ايه؟ الومضه اثرت. قال يا قوم ارايتم، اخبروني ان كنت على بينه من ربي. البينه اللي هي جايه موهوبه من الله، اللي هي الايه؟ النور والبصيره والهدايه والفطره والى اخره، اللي هي ايه؟ افمن كان على بينه، على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي،
ما هي الرحمة هي الرسالة، ما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. الرحمة من عندي يعني بعث رسول، ولذلك برضو هي في الآية الثانية أهم يقسمون رحمة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، ده هيتدخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة، إحنا أسكن بين المعيشة بتاعتنا. ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، عايزين يتقوموا كمان يتكلموا في المسألة. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم، يعني استخبت عليكم ان لم تأمتوا عنه. يصح أنلزموكموها وأنتم لا كارهون، أنلزموا أدي همزة وننزم أدي الفعل، من الذي ينزم؟ الله والرسول بواسطته ننزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب، نلزمكم ايه؟ الإياها، يبقى كم حاجة؟ استفهام وفعل، وفاعل مطلول في الفعل، خلاص؟ ومفعول أول ومفعول ثاني في قوله أنلزم أمورها. شوف وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول الأول اللي هي الكافر المخاطبة، ونلزمكموها يعني الايه؟ الرحمة. يبقى ايه في ايه؟ نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما يمكنش. ليه؟ أم قال لك لأن اليمين ده لازم يجي طوعية، لأن لو عايزين الإكرام ما كان ربنا يقدر يتركهم وتبقوا مؤمنين، إنما إحنا عايزين إيه؟ لأن الإكراه إخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد اصله يعني من الطبقة العالية وبعد الطبقة تحت العسكري، يقول له قوم يا ابني اللي، ولا اقعد يا ابني اللي، ولا قوم مش عارف اعمل ايه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه، انما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخشع. ولو أن الله يريد قوالب كان يرغمكم كلكم كما أخضع الكون لي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طب وأنا أخضعت السماء وأخضعت الشمس وأخضعت القمر، ولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومشيين على العجل زي ما يقولوا ما يلعبطون، وخلقت الملائكة اللي مش عارف جنس أعلى منكم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى أنتم اللي يعني لا، انا مش عايز قلوب، الا لو كنت عايز القوالب كنت اخضعتها. ولذلك يقول ايه؟ فلعلك باخع نفسك ان لم يؤمنوا، لا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، انما انا مش عايز اعناق، انا عايز القلوب. يبقى الاكرام مش هيديني دي، الواحد يكره واحد يقول له قوم يا بيعمل كده، فاهم انه مش عارف ايه دي، انما يكرهوا على ان يحبك ما يقدرش، ما يمكنش. وانتم لها كارهون، اذا الدين ما يجيش بالاكرام، الدين ما يجيش بالاكرام، بل ياتي بايه؟ بالطوعيه، وياتي بالرضا، يا اكراه في الدين. ليه وما نعملش اكراه؟ لأن الفطرة سيقولك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغاية، النبي عايز إكراه، ده عايز مسألة تعرضها بس على عقلك كده وتنزلها سهلة، ما تحسش إكراه المسألة دي، إنما اللي يعيش إكراه إيه؟ أن تكره على أمر غير متبين، إنما أمر يتبين فيه الرشد، إيه اللي في إيه لما أقولك ما تسرقش غيرك؟ إيه اللي مزعلك فيه؟ إيه اللي ما أقولك لما ما تبصش إلى محارم غيرك؟ ايه لما اقول لك ما تغضبش الناس؟ ايه لما اقول لك ما تحكمش بقلبك على احد؟ دي مساله يعني واضحه، ده انا بريحك يعني
بريحك، مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمة عند واحد لا تحبه، عايز اريحك. يبقى اذا المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه انها ليست مطلوبة منك وحدك، وانما مطلوبة من الناس لك ايضا. لما اقول لك ما تسرقش بقول للناس كلهم يتسرقوا مني، بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه. تبقى مساله ايه اللي مزعلك فيه؟ يبقى مش عايزه اكراه، عايزه بس انت ما دام الرشد متبين من الغي يبقى مساله سهله قوي، لا اكراه في الدين. بس الافه ان الناس تستعمل الايه في غير موضوعها، حرف يستعمل من القران في غير موضوعها. تيجي تقول لواحد تصلي يقول لك لا اكراه في الدين، صوم لا اكراه في الدين، قل له يا شيخ مشكله لا اكراه في الدين اي في الحمل على الدين والايمان به، لكن اذا امنت به اياك ان تكسره، لان ان كسرت حلقت على ابدك. يقول لك ده ايه ده؟ اقول لك لا، حينما تشدد عليك عقوبة الخروج من الدين الذي امنت به يبقى معنى بتقول له رد بالك وفكر كويس، رد بالك وفكر ايه المسألة مش سهلة، انت حر تعلم اللي تعمله، انما ان جيت عندنا وعملت ذنب. الراجل اللي كان بيشرب خمر ومش قادر يكتب قال له انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف، قال له بس اؤمن وتفرج. فلما امن قال له كنت قبل الايمان حرا ان تشرب او لا تشرب، اما بعد الايمان فوالذي بعث بالحق رسوله ان شربت لنجلدنك. خلاص ان شربت لنجلدنك. يبقى لما يجي يقول لك ايه يا سلام على الامزحه بقى، يقول لك ضغط على الفكر فرض للدين ازاي يقعدوا يقولوا مش عارف ايه وبتاع ايه. يقول له يا اخي مش اكرام ده، انا لما بقول لك اوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه خرجت منه هقتلك، وازاي يقتلك؟ مش حريتي؟ لا، حريتي ان تدخل اولا، وساعة ما تدخل اولا تحط في ريحتك، ساعتها تخرج منه تقتل. يوم لما يكون عندك القاعدة منه ان خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل الا وانت ايه بقى؟ مطمئن تمام. يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول. خلاص بتصحيب اثار الخروج اصعب الايه؟ اصعب الدخول. نعم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون؟ يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. ان المليون برضو وردت مع كل مين؟ رسول. وقال لا اسألكم عليه مالا، وبعدين بك قال لا اسألكم عليه اجرا. ليه؟ لان العوض مرة في التبادل ما يكونش مال، يكون حاجة تانية. اسألكم عليه تديني التمر، تديني شعير، تديني قطن، تديني اي حاجة. يبقى اسم الاجر اعم من ان يكون مالا او غير ايه؟ او غير مال. لا اسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ إن أجري إلا على الله. وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدل على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع، لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. إحنا قلنا الأشياء يتخذ عنه اسم شرك، يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها، يبقى ده ايه؟ استئجار. ما تدوش اجر الا مقابل ايه؟ فكأنه بيقول ده انا كنت استحق انني اخذ اجر على الاجر لانني اقدم لكم منفعة، فكأن الذي اقدمه كان يجب ان يكون ايه؟ له اجر، لكن برضه مش واخد ايه؟ انا مش واخد اجر، مش زاهد في الاجر، لا انا عايز الاجر من احسن منكم. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ما دام قال هناك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، يبقوا معناها أنهم بيقولوا إيه؟ مش دول وإحنا نتبعك.
مشي دول واحمل ايه يتبعك. شوف بقى الرد الطبيعي، ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا. يعني مش هطردهم علشان حضراتكم ايه تيجوا، لان انا عندي مش مشخصات غنى مشخصات يقين، ماليش دعوة. ما انا بطارد الذين امنوا لانهم مش عاجبينكم، لانهم الارازل ومش عايزين تجتمعوا معهم في ايه في مكان، يخلي المكان وانتوا ايه تيجوا. دي كل الرسل. هناك الايه الثانيه، ولا تطرد الذين يدعون من دون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك ايه من شيء. فتطردهم فتكون من الظالمين. ايه قال لك؟ شوف احنا عملناهم ايه فتنه عشان يقولوا الجماعه اللي بيقولوا دول اراذل ايه، ما فيش اللي دول هم اللي يقولك. وكذلك فتن ايه بعضهم ببعض اللي يقولوا ايه هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله اعلم بالشاكرين. يبقى اذا ادب. وهناك الايه الثانيه يقول لك ايه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلي عينك دايما منه. ليه؟ لان لما يكون فيه مجلس كده وعينك تبقى من واحد وعينك مصروفه عن الثاني، الكل يفهم ان انت متجه لمين؟ للثاني. ما انتش عارف الفساد ايه ازاي؟ يقول لك يا سلام، ده طول ما احنا عايزين عينه من فلان، ده فلان ده مقرب له، فلان ده بقى نروح نعمل مش عارف ايه، فلان يعني مش عارف ايه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يوزع نظره على كل جلسائه حتى يظن كل جالس ان نظره لم يتحول عنه، عشان ما فيش واحد ياخد كلمه يعني بيبص. وهي الافات بتيجي منين؟ الافات بتيجي من هنا. تعالى فريح يقعد مش عارف ايه. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم. طب ايه يعني انهم ملاقو ربهم؟ انهم ملاقو ربهم، وربنا بعد لما يلاقيهم كده ويقولوا ده طردنا، تبقى انا مع حالتي ايه؟ تبقى المساله انا اللي ايه؟ اللي مرجوح. الله. طيب يا سيدي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده أعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. يبقى فيه فصل بيني وبينهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم مش فاهمين مهمتي إيه؟ يقول مهمتي كده، ده مهمتي. وبعدين ايه؟ ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين ايه ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم؟ من ينصرني من الله؟ كأن المسألة دخلت معركة. وبيقول المعركة هتبقى بيني وبين رب ما يستطيعش احد انه ايه ينصرنا عليه. مش ممكن. ليه؟ لانه هيجي في اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم. الواحد ينصرني تقول له خليك ينصر بالكلمة ولا بالشفاعة كده، يقول له بلاش ومش عارف ايه. قال لك لا، ده النصر على الشيء يكون بالغلبة، انما الشجاعة الشفاعة تكون بالقدرة. النصر يبقى بالايه؟ مع من ينصرني من الله، يعني معناه يتغلب. فالنصر يبقى بالغلبه، انما يشفع ما تمنعش الشفاعه يا سيدي. الشفاعه بتبقى بالايه؟ بالخضوع. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون؟
التذكر في تذكر، في تفكر، في تعقل، في اشياء في تذكر. تذكر، تفكر، تعقل، تذكر. التذكر ان يكون شيء مر عندك وبعدين الغفلة نسيتك له. التفكر علشان تستنبط شيء جديد. التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد، فبإعمال عقلك تفكر، وبتفكرك تتكون عندك حقائق. ان النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها. طب والتدبر؟ ام قال لك فيه اشياء تلقى تاخذ منها ظواهرها. يقول لك اياك ان تخدعك الظواهر، بل ابحث في ايه؟ في ادبار الشيء. ولذلك يقول افلا يتدبرون القران؟ يتدبرون، يشوف المعطيات الخلفيه للقران، يشوف الكنوز اللي في القران. ما تخش بس الظاهر كده، الظاهر بتاخذ الوجهه، لما التدبر بتاخذ ايه؟ المعطيات الخلفيه. وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لاسرار كتاب الله الا بان ينظروا الى ما خلف رواه للاشياء؟ بقدروا التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الايه؟ هو اللي بيجيب المعاني. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه؟ صوروا القران. صوروا القران يعني ايه؟ لما يقول لك صور السلعه دي يعني مثلا شويه قمح صورها، اقلب كده وقلب فيها. صورها يعني ايه؟ ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطر، لا، شوف الكنوز اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. صوروا القران. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرب ولا تنقضي عجائبه. كل ما تقولوه. ويا قومي من ينصرني من الله ان طردتهم؟ افلا تذكرون؟ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. شوف سد عليهم منافذ الاعتراض. قال لهم انتوا هتتكلموا بقى وتقولوا اراذل وما اراذل، انا ما جيتش قلت لكم انني عند الخزائن اكتر منكم فاطيعوني لانني اغنى منكم. ما قلتش الكلمه دي. ما قلتلكوش انا اعلم الغيب واقول لكم على اللي مش عارف ايه عندكم ولا اقول لكم عشان ايه يعني ارغمكم على اليقين بيه. انا لا قلت ديا ولا ادعيت انني من جنس اخر ومن طين ايه اخر، انا بشر ايه زيكم. فانا ما دام ما عنديش التميزات ديا انا ما اكلش عن الايه؟ انا ما زدتش عن الاراضي اللي انتوا بتقولوا عليها. فانا مش هطردهم ولا اعمل اي حاجه لانني بخاف لقاء مين؟ لقاء الحق سبحانه وتعالى. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، الذين تزدري اعينكم يعني تحتقرهم وتتهكم منهم وتسخر منهم. طب هو هيقول لمين؟ يقول للذين تزدري اعينهم، يقول للمستضعفين الاراضي بقى. طب هيقول للذين تزدري اعينهم يقول لهم ايه؟ طب شوفوا كده الكلام ده ينطبق مع ان يقولوا للذين تزدري اعينهم. ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. لا، انا ما دام هقول للذين تزدري اعينكم اقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم الله. ما انا هقول لمين؟ مش هقول اللي تزدري اعينكم، هقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ لازم بكاف الخطاب. لن يؤتيكم الله خيرا، ما اقول لهمش انا هذه الكلمة، وانما قال لن يؤتيهم الله خيرا دليل على ان في الكلام معنى اخر. والى لقائنا اخر ان شاء الله.